أصيب 5 مستوطنين في الأراضي المحتلة جراء عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة بتاح تكفى شرق تل أبيب نفذها شاب فلسطيني قبل قليل. أقامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على منفذ العملية ولم تتوفر أي معلومات جديدة حول العملية حتى الآن. إلى ذلك استشهد الشاب الفلسطيني أمجد الجندي من مدينة يطا في قضاء الخليل في الضفة الغربية بعد أن أطلق عليه جندي إسرائيلي النار بدعوى أنه كان يريد طعنه وخطف سلاحه في مستوطنة كريات جات جنوب تل أبيب. وزعمت شرطة الاحتلال أن الشاب حاول طعن الجندي وخطف سلاحه وتمكن من الهرب إلى بناية سكنية، وبعد العثور عليه تم تصفيته بالرصاص. من جهتها قالت صحيفة معاريف العبرية أن الجندي نقل إلى مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما قامت شرطة الاحتلال بعمليات تمشيط في محيط عملية الطعن لشكوكها بوجود مشارك آخر في العملية.